فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، نحكي على قضية هلال الشابة والجامعة التونسية في التاس. منذ قليل التاس هبطت ديسيزيون تاعها بخصوص التدوينات الفيسبوكية والعقوبات اللي سلطتهم الجامعة وأقرتها لجنة الاستئناف على هلال الشابة. باش نفهموا أكثر الموضوع، قضية متشعبة شوية، معنا رياض التويتي عضو فريق الدفاع عن هلال الشابة. سي رياض، أهلا بيك. ويا عسلامة دكتور، مرحبا. شنو أحوالك؟ لاباس؟ الحمد لله. سيرياض، جديد في الموضوع اليوم، دونك تأكد لي الاخبار نتاع هلال الشابة فاز بالقضية نتاع تدوينات في مرحلة أولى، هكا ولا؟ أي نأكد لك اللي فاز مش بقضية، بثلاثة قضايا. ثلاثة قضايا اللي هما؟ ثلاثة قضايا يهموا ثلاثة تدوينات تم نشرهم في الموقع الرسمي نتاع هلال الشابة، والجامعة اعتبرت اللي هما فيهم نوع من يعني من كيفاش يقولوا انسلت، معناها شتم وقلة احترام للمكتب الجامعي، وخذوا عقوبات على ضوء ذلك. المكتب الجامعي تم الطعن فيهم امام لجنة الاستئناف في الجامعة، لجنة الاستئناف اقرت العقوبات خلاتهم. مشينا للتاس، طعنا فيهم قدام التاس ورفعنا فيهم يوم 7 جانفي، واليوم التاس اصدر الحكم، اصدر احكام الثلاثه والغى ثلاثه قرارات. دونك اعتبر التدوينات ما فيها حتى مساس من احترام الجامعه، وما فيها حتى معناها ماهمش دي بروبو معناها نتاع انسولت ولا حاجه، دونك الغاهم القرارات هذو. سيرياض، برشا مش فاهمين، ممكن حتى نحن من الاعلاميين زادة القضيه خاطر متشعبه شويه، عندها علاقه برجوع الشابه، فشنو كان فهمنا شنو العلاقه بين هذا الكل؟ نحب نوضح حاجه، رغم القضايا نتاع اليوم ما عندهم حتى معناها، ماهمش هما باش نجيبها بطريقه سهله، رغم ماهمش القضايا نتاع اليوم اللي بيرجعوا شابه تلعب. الاحكام نتاع اليوم راهم ما عندهمش تاثير مباشر، ونسطر على كلمه مباشر، على رجوع شابه. هذا نتاع فلوس. الشابة ما زالت حتى لليوم تحت طائلة العقوبتين اللي مسلط عليهم واللي خرجوها من المسابقات. تعطيني جيت في دقيقة تفضل. الوقت الكل ليك. عايزك، بارك الله فيك. دونك الثلاثة قضايا نتاع اليوم هما عقوبات نتاع تدوينات. قعدوا توا قدام التاس، قعدوا زوز طعون أخرين. زوز طعون يتعلقوا بزوز قرارات اللي معناها نحاو الشابة من الخريطة، وهذا الكلام اللي ما تقالش برشا، والرأي العام وحتى الإعلام ما فهمتش علاش الخلط، وقع حتى لتوا وقع خلط. يعني بالرغم اللي بون ما ريت مثلا رئيس الشابة مارتينو لتاتا خرج في الإعلام وقالوا الكلام، لكن ما عرفش علاش. راهو الناس الشيء لازم يعرفوه الناس والرأي العام والإعلام الكل، راهو الشابة خذاو ضدها زوز قرارات، مش قرار واحد، زوز قرارات نتاع خلي انا سميتهم اعدام، قلتوا حتى للتاس الكلام هذا. معناها خذاو ضدها قرار نهار 17 اكتوبر اللي هبطوها به للديفيزيون 5 ولا نعرفش انا هي الاخرانيه، على خاطر عقوبات نتاع ما خلصتش، معناها هما يقولوا الكلام هذا خاطر حديث اخر تو قدام التاس، قالوا اللي ما خلصتش الخطايا في الوقت، ودونك خذوا ضدها قرار انهم يعني نحاوها من الكومبيتيسيون كومبليتمون سناء، وعم جاي كان باش ترجع من اخر ديفيزيون، معناها ديفيزيون 5 ولا اللي هي، عملنا طعن ضد القرار هذاك. احنا نستناو في جلسه المراقبه، معناها احنا عملنا الطعن وبعثنا المذكره نتاعنا، والفيدراسيون رجعت عملت مذكره نتاع رد، وقاعدين نستناو في جلسه المراقبه. اذا به الفيدراسيون تاخذ قرار اخر، une deuxième décision enfin la fédération le bureau fédéral hier une deuxième décision نهار 30 ديسمبر قرار نتاع معناها اعدام اخر في معناها une deuxième décision قالوا به الشاب راهي اللي suspendu de toute activité معناها حتى في القسم الخامس ما تلعبش، هكا اللي فهمت. لا حتى في القسم الخامس ما تلعبش، ديسيجن ثانيه خذوها، قالوا على خاطر الشابه مشات للمحاكم، المحاكم يقولوا احنا المحاكم العاديه معناها تريبيونو اوردينير القضاء العدلي، اي ما تعرفك الخرافه، خلينا نسميها خرافه، مش وقتها تو نهار نحكيو فيها، انا وليت فيها نسمي فيها كذبه مش خرافه، اللي المحاكم عندهاش الحق تحكم في النزاعات الرياضيه، الكلام هذا مش صحيح، مش وقته اليوم، لكن الكلام هذا غلط مش صحيح. دونك هما الجامعه قالت للشابه معناها انت مشيت للمحاكم، دونك خذوا ضدها قرار ثاني ب
ايقافها من النشاط. ما وقعش تناوله باطناب الموضوع هذا، ما تحكيش عليه بالكل، مش جمله. علاش وقع خلط كبير؟ دونك شنو كيما قبيله قلت لك وقت اللي كلمتني، قلت لك انه معناه حاشاك وحاشانا وحاشا الناس الكل، كانه انسان مثلا حكموا عليه بالاعدام مرة الأولى، عمل حاجة حكمه عليه بالإعدام، اتعلم في قرار الإعدام هذاك، هو يستنى في الحكم وزادوا حكمه عليه بالإعدام مرة أخرى في على حكاية أخرى. معناها زوز قرارات اللي خذاهم المكتب الجامعي راهم عندهم أسس واقعية وقانونية مختلفة. هو المفروض يقع ضمهم ولا كيفاش بالضبط؟ تبون هذيك مسألة إجرائية، مسألة أخرى خلي تو نحكيوها في الإعدام، تو ما نجمش نحكي في الموضوع الطبيعي المزاد، أما هذيك زاد فيها مشكلة كبيرة أخرى تو نجيوها في وقتها. ميسيرش دونك هذوما زوز قرارات اللي مازال ما تحكمش فيهم حتى لتو. واضح. معناها رانا نستناو في زوز قرارات وباش الشابة ترجع تلعب يلزمها تربح الزوز قرارات. باهي سيرياف، انت قبيليك قلت لي نسطروا ما عندهمش علاقة مباشرة، يعني الكلمة هذيك قعدت في بالي. عندهم علاقة غير مباشرة. عندهم علاقة غير مباشرة وإن شاء الله تكون إيجابية. علاش؟ على خاطر عندهم تأثير غير مباشر على القرار الأولاني، على قرار الإعدام الأولاني نتاع 17 أكتوبر. علاش؟ على خاطر قرار نتاع 17 أكتوبر اللي خذاه المكتب الجامعي اللي حط فيه شابة في حالة عدم نشاط السنة وعام جاي ترجع للديفيزيون 4، قالوا لها خاطرك ما خلصتش خطايا وخطايا أخرين راهم في التعليم، خطايا كيف كيف ستة تدوينات فيسبوكية بالضبط راهو فهمتني. والستة تدوينات هذوما مازالت التاس ما نظرتش فيهم، مازالوا ما وصلوش للتاس. اما اللي يحكموا فيهم التاس اليوم سي دو كوبي كولي بارابور للستة الاخرين اللي يحكموا فيهم اليوم التاس ثلاثة. الستة اللي شابة تنحات على خاطرهم كيف كيما الثلاثة نتاع اليوم. يعني الستة هذوما نورمالمون ما نحبش نسبق الأحداث، أما نورمالمون كي باش يمشيو للتاس بالقرارات نتاع اليوم التاس ما عادش عنده خيار، لازم يلغيهم الستة. فهمت كيفاش؟ واضح كلامي ولا؟ واضح لا واضح. كي التاس باش يلغي الستة هذوما اللي مازالوا وقتها القرار نتاع 17 أكتوبر اللي وقف الشاب على النشاط ما عادش عنده أساس يتيح بطبيعته. فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ لا نفهم فيك اي واضح. دونك الاشكال شنو اللي وقع؟ وهنا معناها المكتب الجامعي بون فالله يسامحهم، هو انا شنو تحبني نقول اكثر من هذا. السته هذوما تشابت عن فيهم بالاستئناف من شهر اكتوبر، من ديبي اكتوبر لو 7 اكتوبر. معناها هما علموهم بهم لو 28 سبتمبر 28 سبتمبر 2020 والكاتب العام الاستاذ محمد بن براهم الكاتب العام نتاع الهلال الشابه تقدم مطالب استئناف قدام لجنه الاستئناف نتاع الفيدراسيون من نهار 7 اكتوبر لليوم ما تعينوش في الاستئناف لليوم. هذوما كي باش تحكم باش يجيها نهار وباش تحكم فيهم لجنه الاستئناف ما عندهاش خيار. هذوما كان لجنه الاستئناف حكمت فيهم الفيت الشاب على خاطر توا نتصور انا الهلال الشاب باش يعمل قضايا الاحكام نتاع اليوم باش يجيبهم الفيدراسيون نقول لهم ها راهي حكمت فيهم التاس. ما كانش الشاب نتاعو تمشي بهم للتاس مره اخرى. واضح. فهمتني؟ واضح. اما نجم نقولوا مؤشر باهي، خطوه باهيه. مؤشر باهي ياسر في خصوص القرار الاولاني نتاع 17 اكتوبر. اما ما عندوش علاقه بالقرار لا ما عنده حتى علاقه بالاحكام نتاع اليوم ان شاء الله بقدره الله عندهم تاثير معناها ايجابي على القرار الاول نتاع ايقاف النشاط. القرار الثاني نتاع زاد كيف تعليق الفريق اللي هو قرار اعدام ثاني ما عنده حتى صله بالقضايا نتاع اليوم. واضح. معناها نفهم اليوم مازالوا زوز طعون نستناو الديسيزيون نتاعهم. مازالوا زوز طعون اللي شابة يلزم ان شاء الله بقدرة ربي ان شاء الله تربحهم باش ترجع تلعب، يلزمها تربحهم الزوز. وقتاش يكون ان شاء الله الديسيزيون عندكم فكرة؟ ما حسب التقريب هو ما يقولوش اكيد. والله شوف ما هو راهو شوف نقول لك حاجة راهو باهي كيوخر. تعرفش علاش؟ علاش؟ على خاطر بيان سور على خاطر فما فرق ما بين التاس باش يحكم في الطعن هذاك نتاع القرار الاولاني نتاع ايقاف النشاط، فما فرق باش يحكم فيه توا وكل ثلاثة قرارات اللي يخرجوا اليوم موجودين. فهمتني؟ كو يحكم قبل ما يخرجوا. انا فرحت على فرحت بالتوخيره
على خاطر توا التاس بيان سور باش نبعثوا له احنا خاطر الحكام الثلاثه نتاع اليوم باش نكتبوا للتاس احنا باش نكتبوا للمحكمه اللي قاعده تحكم فيهم باش يقولها رد بالك راهو القرار اللي عندك نتاع 17 اكتوبر راهو مبني على قرارات نتاع عقوبات اللي راهو كيفهم بالضبط الغاهم التاس دونك باش ياثروا باش ياثروا فهمت كيفاش دونك التوخيره جات باهي راهو معناها نعاود نقول في خصوص القرار الاولاني ونعاود نركز على حاجه باش الراي العام يعرف راهم زوز قرارات ضد الشاب راهو المكتب الجامعي خذا زوز قرارات منحى بهم الشاب من الوجود زوز معناها كاينك عدمت حاشاك كاينك عدمت شخص مرتي هو مازال حي حكمت عليه بالعدام مرتي دونك زوز قرارات ان شاء الله يلزمهم يتيحوا الزوز هو عندي سؤال اخر سي رياض ما عادش تجاوبني بصفتك كعضو في لجنه الدفاع والا حتى مختص في القانون في حال يسأل فيه تقريبا الناس الكل السؤال هذا في حال تعاودة هلال الشابة وهذا سبق الأوانه بالطبيعة شنو باش يصير بعد؟ اسكو تتعاود البطولة نتائج متاعها ملغات كيفاش بالضبط؟ اسكو ترجع مكان شنو بالضبط؟ لا شوف الحاجة المؤكدة اللي أنا نجم نقولها لك من تو إذا بقدرة الله الشابة ربحت زوز قرارات الجايين بتاعش خليني معاودها باش الناس تعرف مش قرار واحد زوز قرارات زوز هاي زوز زوز ان شاء الله سكي سيرتان اللي الشباب ترجع تاع العام الجاي بريمير ديفيزيون هذه حاجه مؤكده حاجه مؤكده ما في الفيدراسيون تدبر راسها تمنع تخلي ليكيب اللي طاحت تكردهم نومبر امبير احنا ما يهمناش كهلال الشباب ما يهمناش المهم الفريق عام الجاي لازم يرجع يلعب والفيدراسيون ما عندهاش مارج دو مانوفر ابطال البطوله لا ما نصورش ما نصورش على خاطر شفتوا لي تمس حقوق الجمعيه صحيح ليكيب كيما ليسبيرونس معناها اللي تدخل لك انا هذا ولا اللي طوال ولا اللي باش تهز الكوب لا ما نصورش البطوله اما فما راهو فما امور اخرى تو ما نجمش نحكي فيها مش وقته نستناو لك كام اما راهو معناها ما تمشيش باش تمشي هكاك معناها مش معناها الشاب ان شاء الله على كل حال نطلب ربي ان يتربحوا زوز طعون والشابه ترجع اما راه مش معناها كيما قال الاخر بوسكوك وارجع العب عام الجاي لا سامباسرا با كونت نو سامباسرا با كونت لا باش يولي امور اخرى فهمت كيفاش ان شاء الله بقدره ربي راهو مازلنا ما وصلناش راهو فهمت كيفاش اي دونك البطوله ما تبطلش خاطر باش تمسح حقوق عباد اخرين ما نجمش واضح تمشي فريق الدفاع سي رياض كنت معناتها معاه في كلك انت فما كانش عندك عليه برشا شويه تحفظات تكون فريق الدفاع على الشابة كان عندك شوية تحفظات على التمشي اللي خذيتوه ولا لا لا بديتوه انا شوف رو هما خمسة طعون انا خدمت اربعة فهمتك معناها كل حد كل حد خدم حاجة هكا لا 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 بشوي فما اربعة هما خمسة طعون ثلاثة متاع اليوم وزوز متاع زوز قرارات اللي خرجوا الاربعة طعون اللي انا خدمتهم بشرتهم ما صار فيهم حتى مشكل معنى خدم معايا فريق داير مناسبه يلزمني نحييهم ويلزمني نشكرهم برشا الاستاذ وليد بن صالح اللي هو عضو في اللجنه القانونيه نتاع الترجي الاستاذ محمد مبرام اللي كاتب العام نتاع الشابه واللي فريمون انا بالنسبه لي اكتشاف كبير معناها كلكان عنده مستقبل كبير ان شاء الله والاستاذ عاوننا زاد الاستاذ منوبي محمد منوبي الفرشيشي عاوننا وفما محامي سويسري جبته انا هذا مارك كافارير وجبته باش يعاونني في حاجه معينه وعاونني فيها المحامي هذا انا ضد الترجي في قضيه وداد مش مع الترجي ضد الترجي فهمتني جبته انا عجبني جبته في حاجه معينه عاوننا فيها هذا الفريق اللي خدم دونك بون فان الفريق انا راه ما عنديش هذا رئيس انا كنت انا نوع من الكورديناتور ما نحبهاش كلمه برئاسه فلان وكذا خدمنا الحق بونتون كبيره هذوما خدمنا كاتر ركور خدمناهم. لو ركور نتاع اللي تربحوا اليوم والركور نتاع قرار 17 اكتوبر نتاع اللي هبط الشابه لديفيزيون سان. هذوما خدمهم الفريق اللي قلت لك عليه. والاخر علاش ما كنتش فيه؟ القرار الاخر انا ما خدمتوش على طلب مني انا، فهمتني كيفاش؟ علاش؟ وقتها في ظروف معينه ما نحبش نحكي عليها توا. ظروف تخصني انا فهمتني وقتها انا استعفيت من رئيس الشابه قلت راني القرار هذا مانيش خادمه وقتها هو دخل محامي اخر من سويسرا دخلوا هو هما اللي خدموا دونك انا الاربعه قضايا اللي خدمتهم ثلاثه تربحوا وان شاء الله الرابعه يتربح هذا اللي عنده علاقه بالقضاء العدلي والا الاخر لا 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 الاخر اللي عنده علاقه بالقضاء العدلي انا ما خدمتوش هذا اللي مش عندك واضح اللي عندي انا هو القرار تاع 17 اكتوبر نتاع ايقاف النشاط
من من جراء عدم خلاص الخطايا كالستة خطايا هذوك. هذاك هذاك اللي خدمته أنا والثلاثة اللي تربحوا اليوم وصارت ما عندي حتى تحفظ حتى حد في الأربعة قضايا اللي خدمتهم. بالعكس عاونوني وقفوا معايا وعطوني ثقة سواء رئيس الجمعية سواء المسؤولين سواء الناس كل خدمنا دون زين تري بون أمبيونس وها وفقنا ربي في ثلاثة وإن شاء الله ان شاء الله نكملوا القضيه الرابعه القضيه الخامسه ما انا ما نجمش نحكي لك عليها كيفاش خدمت ومانيش ما 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 معني بها مباشره كمحامي يعطيك الصحه ان شاء الله نكملوا ونحب نهني على الاقل خليني نهني جميع الشباب ولو انه مازلنا بيه الفائده ما حصلش لكن على كل حال مبروك عليهم على المسؤولين نتاعهم وان شاء الله ياخذوا حقهم خاطر ريمون اللي صار معناها ومن الاسباب انا اللي خلاتني نقبل القضيه خاطر جاتني في ظروف انا وقتها عندي برشا مشاغل وبرشا التزامات ومن الاسباب فما اسباب مهنيه انا محامي دونك خديت قضيه كمحامي لكن من الاسباب اللي خلتني نتشجع ونزيد ناخذها اخضر اكثر اللي هي انا نراها قضيه مظلمه كبيره معناها ما يجيش مهما كان السبب ما يجيش تضحي جمعيه بجرد انك انك تمحي جمعيه مسؤولينها غلط مهما تكون مسؤولينها غلطوا عاقبهم دبر راسك انت وياهم اما انك تمحي جمعيه من الوجود هذا ما حد ما يقبله اكيد وهذاك علاش تحمست لها القضيه وان شاء الله ربي يوفقني بكره أعطيك صحة ماذا حق ولا أهو طالب أكيد إن شاء الله تاخو حقها في القضية الأهم هي الشابة شكرا لك ريال تويتي على كل هذه التفاصيل القانونية ما ديتنا بها من المواصلين في البلاي حتى لما 3:30